السلام عليكم. مرحبا استاذ، وش احوالك؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لاباس؟ شكرا، الحمد لله كله بخير رغم هذا البرد والثلج، ورانا ملاح الحمد لله. الحمد لله. ممكن تعرفوا على حضرتكم؟ نعم، معك سيد بختي حمزه من الجزائر، نائب غرفه التجاره والصناعه لولايه معسكر، ولايه من ولايات الجزائر العاصمه. مرحبا بك استاذ، نقدروا ناخذ رايك في المعرض؟ معرض تراب هو معرض ما شاء الله، هذا عدة مرات أزور هذا المعرض، واليوم كان فيه عرض خاص، واللي هو كان فيه الجو بارد في الخارج ودافئ الداخل في المعرض، عشان كانت اليوم كان الحصة كلها للجزائريين، كأنه ليس معرض تراب، معرض الجزائر. الحمد لله على هذه الاستضافة القوية، وكان هنا 120 ممثل للجزائر كلهم حضروا يمثلوا هذا المعرض. الحمد لله كان ناجح 1000% مش 100%. نشكرك أستاذ بزاف، وإن شاء الله نتلاقيه في معارض جديدة، وشكرا جزيلا للحضور تاعكم معنا. إن شاء الله، شكرا جزيلا، كنتم كذلك. شكرا.